حزب الله وصواريخه الموجهة إلى الداخل الإسرائيلي، صاروخ فلق واحد وصاروخ بركان وسواهما من التسميات يطلقها الحزب على عدد من أسلحته القتالية التي يستعملها منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر. صاروخ بركان هو صاروخ جراد، تم تغيير رأس الحربة تبعه وتزويده برأس حربة عيار من زنة 100 كيلوغرام بهدف الحاق دمار أكبر بالأهداف، وهذا تم تطويره خلال الحرب السورية من قبل الصناعات العسكرية الإيرانية والسورية. وطبعا حزب الله عنده مكان لتجميع هذه الصواريخ ومن ضمنها البركان. صاروخ فلق هو صاروخ موجه بيصيب الأهداف من الأعلى، هو من صاروخ صناعة إسرائيلية راس سبايك، تم هندسة عكسية لصاروخ لم ينفجر صاروخ إسرائيل بعد الهجمات، وإيران بتصنعه وأعطت منه مجموعة صواريخ لحزب الله واستخدمها لحزب الله تحت هذا المسمى، وبالتالي هي صناعات إيرانية تسلم لوكلاء إيران وكل واحد منهم يستخدمها بمسمياته وبيطلقها عليها. الصاروخان يختلفان من حيث المسافة وكمية المتفجرات، فلق واحد يصل إلى مسافة 10 كيلومترات فيما لا يحمل كمية كبيرة من الذخائر المتفجرة، كما أن القبة الحديدية لا يمكن أن تطاله، وصاروخ بركان لا تتخطى مسافته 6 أو 7 كيلومترات ويحتوي على 300 كيلوغرام من الذخائر ويمكن للقبة الحديدية أن تطاله.